الإنسان لما يصلي لابد أن يكون المكان الذي هو فيه مكانا مستقرا غير مضطرب، بحيث يحرك سبب في تحريك بدنه حركة شديدة. إذا فرضنا كان المكان ثابتا عادي على أو كان متحركا بطريقة لا تحرك البدن بشكل يخل كحركة الطائرة، الطائرة لما تصعد بالجو تتخذ مسار معين خلص كأنها واقفة، الواحد لو يوقف يصلي جسمه مستقر عادي. أو البواخر كبيرة مثلا وما شاكلها تستقر فيها. هناك أشياء ليست كذلك، كمثالها الموجود اليوم بوضوح الطراد اللي يطلعون فيه للبحر. هذا الطراد مع أنه صغير الحجم وإذا أحيانا الأمواج تكون زايدة تتحرك، فإذا واحد يريد يوقف يصلي فيه جسمه مضطرب اضطرابا شديدا يكاد يقع يريد يطيح. شو يسوي هذا؟ المطلوب أولا وبالذات أن يبحث عن مكان مستقر. الواحد ساعة صارت الساعة 12 ظهرا هو بالبحر بالطراد، الوقت واسع إلى المغرب باقي عدة ساعات، لا يستعجل في صلاته، يصبر ساعة ساعتين ثلاثة حتى يصل إلى بر إلى أرض ينزل يصلي. نعم لو ضاق الوقت خلص قريب ينتهي الوقت يصلي في مثل هذه الحالة لأنه مضطر، زين يصلي من جلوس أو يوقف، لا يوقف يمسك طرف الطراد يمسك له عصا أي شيء يحاول يوقف خليه يضطرب جسمه منتهى الاضطراب، لكن واقف ويركع ويسجد حسب الأصول. نعم إذا ما أمكن يطيح كلما وقف سقط، حينئذ يكون مضطرا ويصليها من جلوس، لكن هذا كله حيث يضيق الوقت ولا يحصل مكانا يمكن الاستقرار فيه. الحركة البسيطة ما تأثر، لكن إذا حركة يعتد بها أثناء السجدة قاعد يتحرك جسمه بشكل واضح في إشكال.